هرجع بقى اصلا عبد الرحمن الطفل اللي موجود في شوارع الفيوم اللطيفه والاجواء الجميله دي، زي اي طفل ممكن العب كوره، ممكن العب اي لعبه تانيه. اشمعنى البوكس؟ ايه اللي خلاك تقول لا والله انا ايه الولد والوالده قالوا احنا هندخله بوكس، ولا ايه اللي حصل؟ لا والله الصدفه سقط عبد الرحمن. الولد والوالده ما كانوا مش عايزين خالص. وانا دخلتها صدفه اصلا. انا كنت واقف بلعب كوره في الشارع كالعاده يعني، وانا اصلا ما بعرفش العب كوره، بس كنت بلعب كنت بلعب كوره وكده وخلاص. كنت بلعب فرد مع اصحابي. يعني لازم العب والله اصحابي لو اصحابي يعني هم يشوفوني ان شاء الله كده في الحلقه دي، وانا كنت بلعب معاهم فرد فعلا. انا اصحابي في الشارع معاك وليش دعوه، وكان غصب عنه بقى هيوقفوني هيوقفوني العب، والكوره لازم تجي لي. هو كنت بتبقى صاحب الكوره ولا ايه؟ لا ساعات كتير ساعات كتير بقى صاحب الكوره. طب خلاص دي اصحاب اخويا الكبير بقى كانوا بيلعبوني معاه عشان الكوره كانت بتاعتي. هو عاده كده صاحب الكوره ممكن ما يكونش ليه في الحكايه، فاروح جاي بالظبط كده يعني. تمام قول لي بقى. فكنت واقف بلعب كوره وكده، ليه اخين اصغر مني وكان ابن عمي واتنين من اصحابي رايحين يلعبوا ملاكمه في الاستاد. طب هم ايه اللي خلاهم يروحوا ملاكمه اصلا برضه؟ هم بقى في اختبارات. تمام. فقالوا له يلا في اختبارات ملاكمه، عايزين نروح نلعب ملاكمه. فقالوا له تيجي معانا؟ قلت له لا ما احبش الضرب. قال لي طب تعالى اتفرج علينا. رحت اتفرجت عليهم. وانا بتفرج عليهم، المدرب القدير كابتن محمد معوض اللي علمني ملاكمه شافني قال لي تلعب ملاكمه؟ قلت له ما بحبش الملاكمه. قال لي تعالى انت هتبقى كويس ومش عارف ايه. قال لي انزل اعمل ضغط. فنزلت عملت ضغط، ليه بعمل ضغط سريع وكده. قال لي اقعد انت هتبقى كويس في الملاكمه وكده. قلت له لا يا استاذ ما بحبش الملاكمه والكلام ده. لا لا يا استاذ. والله قلت له فاكر الجمله دي بالظبط. قلت له لا يا استاذ ما بحبش الملاكمه دي، انا مش هلعب ملاكمه. قال لي بس تقعد ومش عارف، انت لو نجحت هديك شنطه وفيها لبس ومش عارف وبتاع. فروحت داخل معاهم الاختبارات وكده. عمل لك عمليه اغراء. كنت 12 سنه لسه صغير. فدخلت الاختبارات كلهم سقطوا وانا نجحت. اللي انت رايح معاهم بالصدفه. اللي انا رايح معاهم بالصدفه. يعني راح تؤازرهم. هي اللي ساعدتك، اللي انت اللي تنجح في الاختبار. هم كرهوني في اليوم ده. يعني انت جاي تتفرج علينا، انت اللي اديك جو احنا نسقط. قلت له والله انا مش عايز العب ملاكمه اصلا، انا مش حاببها. ابتدى المدرب يقول لي تعالى ومش عارف ايه، ابتديت العب واتمرن وكده. ابتديت اعرف يعني ايه ملاكمه بقى. ابتديت احبها وابتديت اسمع عنها. انت كده كام سنه الاول يعني؟ كنت 12. 12 سنه. 12 سنه. ابتديت اسمع، لقيت المدرب بقى بيقول لي انت هتبقى كويس وشد حيلك وتدخل وتجيب بطوله الجمهوريه وتدخل منتخب. فالموضوع كبر معايا. انت رحت البيت الاول قالوا لك ايه؟ قالوا لي لا ملاكمه مين؟ يا ابن الذين اقعد ما فيش ملاكمه. ما فيش الكلام ده. والدراسة ومش الدراسة والدراسة فأنا في الأول كنت معهم طبعا. لما دخلت وزي ما قلت لحضرتك كده وابتديت حبيت اللعبة، ابتديت خلاص بقى ايه، لا أنا عايز أكون لاعب فيها كويس كبير زي اللاعب اللي بس معانا في منتخب مصر والكلام ده. ابتديت مين ساعتها اللي أنت بتفتكره في المنتخب؟ الأسماء اللي هو خلوك يعني تقول كان كابتن محمد رضا واللي جاب مديله اولمبيه فضيه في اولمبياد اثينا وكابتن محمد الباز وكابتن احمد اسماعيل وكان في كابتن رمضان هيكل كمان. وكابتن رمضان عبد الغفار وكابتن صالح. كان في اسماء كبيره تقيلة. اسماء تقيله في الملاكمه، ذهبي يعني. في الملاكمه مع اسماعيل حامد و دكتور اسماعيل حامد الله يرحمه. كان دكتور عبد العزيز هو المدير الفني. صحيح. وكان كابتن سعيد المدير الفني برضو كان كان لا فانت بقى كان شفت دول وشفت الاسماء دي قلت انا هكمل. قلت هكمل. اقنعت البيت ازاي؟ لا البيت خلاص مش البيت رافض. انا كنت لا كنت بروح التمرين التمرين كده يعني ايه خلاص بقى انا امر واقع. هم عارفين ان انا عندي شويه لما بحط حاجه في دماغي لازم اعملها. فاروح وارجع من التمرين عيني بايظه. كانت ايه دي اللي خدناه من التمرين؟ يا ابني حرام عليك إيه مش عارف اقعد شوف مذاكرتك ووشك هيبوظ ومش عارف ايه. لحد ما الحمد لله ايه بعد كذا سنه جبت بطوله الجمهوريه ودخلت المنتخب. هم فرحوا بقى. دخلت المنتخب 16 سنه يعني اربع سنين تقريبا من اول انطلاقه ليك. اول بوكسنج انت عملت او اربع سنين بس اربع سنين بقى عمال اخسر مره واكسب مره واخسر بس كنت معظمهم بخسر.
وكان المدرب يقول لي لا انت هتبقى كويس، كمل كمل يعني انت هتبقى كويس. يعني في التوقيت ده تحديدا اكتر من منه فنيات كان عايزك معامل نفسي عشان تكمل. يعني ايوه صراحه صراحه اشتغل عليها بشكل كويس قوي ان انت تكمل بعد اربع سنين. اشتغل لا ما كان دايما كان بيقول لك ايه لما بتخسر كده؟ كان بيقول لي انت خسرت باداء كويس، ما خسرتش، انت عملت اللي عليك وانت بتتطور وبتطور من نفسك وبتحب التمرين. يعني لو ما اتكلمش معاك كده بالشكل ده ما كنتش هتكمل يعني. ده يعني وانا بقى وانا زي ما بقول لحضرتك انا حبيت يكون ليا اسم في اللعبه دي. انا ما لقيتش نفسي في الكوره وعمال العب بلعب في الشارع والناس بتزعق لي. طب على ايه بقى؟ طب مش اي حاجه. لقيت نفسي في حته امسك فيها بقى بس. ف الحمد لله لما دخلت المنتخب بقى والدي ووالدتي فرحوا بقى وكده. لا اول سنه بس بطوله الجمهوريه راح العب يا جماعه بطوله الجمهوريه. حد بيروح يتفرج عليك اصلا منهم ولا لا؟ حد هم لما في الاول ما كانش حد بيتفرج، طبعا احنا مش هيسافروا معاهم محافظات وكده. بس دخلت المنتخب انا من بطوله الجمهوريه كانت في الفيوم. ما انا اقصد البطوله دي تحديدا اللي انت خدت فيها دي كانوا هم موجودين في النهائي بقى. لما وصلت النهائي في ناس النهائي عندهم معامل نفسي اصعب، ما يبقى متابع والد ووالده متابعين ليه بيبقى ضغط ان هو عايز يكسب عشان هم قاعدين وعايز يطلع صورته احسن حاجه. انت كنت من الناس دي ولا كنت باخدها لا يعني ايه ان شاء الله انا باخدها بايجابيه؟ لا هم واقفين لازم اشرفهم كده يعني بيتفرجوا عليا لازم ابقى كويس وكده. تمام خدنا اول بطوله 18 سنه في الفيوم و 16 سنه 16 طيب